السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الكرام، إخوة وأخوات، أهلا ومرحبا بكم في ضيافة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله، ومع درس جديد متجدد من دروس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فأسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسان شيخنا وقلبه، وأن يفتح عليه في بيان معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك بمثل. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة، تفضل. أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة، هند بنت أم سلمة، تفضل. وعمر ويحيى، ما هي هند بنت أبي أمية، هي أم سلمة أظن، هند بنتها أيضا، هند الفرسية ولا بنت الحارث، هند بنت الحارث، عفوا، بنت الحارث الفرسية، أي نعم. وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ها؟ سبحان الله. سبحان الله أخذ منه التسبيح عند الأمر المخوف أو الأمر المعجب. سبحان الله ذئب يتكلم، سبحان الله بقرة تتكلم، سبحان الله ماذا أنزل من الفتن. نعم تفضل. فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن؟ ربط بعض العلماء بين فتح الخزائن ونزول الفتن، فقالوا إن كثرة المال تسبب فتنا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فقالوا هذا رابط بين كثرة المال وبين الفتن. وما يدل على ذلك أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيأتي القاتل يقول: في هذا قتلت، ويأتي السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ويأتي قاطع الرحم فيقول: في مثل هذا قطعت رحمي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. ومنه أيضا ربط المال بالفتن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وفيه أيضا أن في الحديث الآخر: يحصر الفرات عن جبل من ذهب أو كنز من ذهب، فيقتتل عليه الناس، فيقتل من كل 1999 أظن كل واحد أنه الناجي، فتحصل مقاتل بسبب المال، تحصل مقاتل بسبب المال. فربط بعضهم بين الفقرتين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ماذا أنزل من الفتن، ماذا فتح من الخزائن، بين خزائن إذا فتحت نزل الخير، ومن ثم نشأت الفتن. وأضرب الناس لذلك أمثالا كثيرة، أولا بعد الاستدلالات بالأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى،
ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز. قالوا ثم تقديم وتأخير، آتيناه من الكنوز فبغى عليه. ويقولون في القصص والحواديت يعني يقولون أن ملكا مع وزير له مر على رجل يحرس بيتا، حارس على البيت مع زوجته وولده وابناء صغار. فقال الملك لوزيره: هذا الرجل رجل سعيد، أسعد مما نحن فيه، يعني ينام بلا حرس وينام مطمئن البال، أكل أي طعام سد جوعته ونام، ولا يفكر في حراس ولا أحد يطمع فيه، ونحن كل الناس تطمع في ملكنا ونقتل ونقاتل. فقال الوزير للملك: دعني أفكر لك، يعني دعني أوضح لك الأمر. فأتاه الوزير بصرة فيها مبلغ من المال 100 دينار في يوم، وضعها في مكان، والرجل ذهب وأخذه. كرر الوضع 100 دينار كل يوم، وفي يوم من الأيام وضع 50 دينار بدل 100 دينار. فالرجل قال لابنه: إذا بات الصرة اللي تعودنا أن هي موجود، فجاب فيها كم؟ 50 دينار. قال: أنت سرقت 50، هي كل يوم تأتي 100، أين 50؟ نشأت بينهم المشاكل والفتن والطرد والحرب بين الولد وأبيه. فمر بهم الملك مع الوزير، ما لهم يقتتلون؟ قال، حكى له القصة. فدائما المال يسبب فتن إلا من رحم الله. فهنا الرسول وعظ بعد أن استيقظ: سبحان الله، ماذا أنزل من الفتن، ماذا فتح من الخزائن. فسبحان الله تقال عند التعجب، قال عند أيضا الأمر المروع، والتكبير عند الأمر السار: أما ترضون أن تكونوا نصف الجنة؟ الله أكبر، ليس التصفيق الذي يفعله الذين لا يعقلون. الذين لا يعقلون يصفقون. نعم، تفضل. فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أيقظوا صواحب الحجر، يريد أزواجه، يعني أيقظوهن. لماذا؟ للصلاة. ففيه أن الفتن تقابل بالصلاة، من خارج من الفتن ومن أسباب دفعها الصلاة المتضمنة لدعاء الله أن يصرف عنا الفتن. في ثنايا أنت تدعو الله، ترجوه: اللهم اصرف عنا الفتن، اللهم احفظنا. فهي على نسق: يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة من أسباب، أو الصلاة مخرج من المخارج من الفتن. فتحسبا للفتن صلي. وقد قال تعالى في شأن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين، أي في حال سلامته، قيل المسبحين المصلين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالصلاة في وقت الرخاء تنفع في أوقات الشدة. فصلي قبل أن تأتي الفتن. الفتن تعصف بالناس، الفتن تعصف بالناس، صلي قبل أن تأتي الفتنة. فإذا جاءت توسلت إلى الله بصالح عملك السابق، أو دعوت الله من الأصل أن يصرفها عنك، دعوت الله أن يصرف عنك الفتنة قبل نزولها بك. نقول الآن هناك رابط: أولا، سبحان الله، ماذا أنزل من الفتن، ماذا فتح من الخزائن. فتح الخزائن يولد فتنا، كثرة المال تولد الفتن.
استعد للفتن ويتحسب لها بالصلاة، مبادرتها بالصلاة، مبادرتها بالصلاة. وهذا في قول الرسول أيضا ما هو أعم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما معنى بادروا بالأعمال فتنا؟ أي سابقوا بالأعمال، سابقوا الفتن. قبل الفتنة صلي، قبل الفتنة تصدق، قبل الفتنة صم، قبل الفتنة اذكر الله، قبل الفتنة استقيم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فتن شديدة قادمة. فبالأعمال الصالحة، سبقوا إلى الأعمال الصالحة قبل أن يحال بينكم وبين الأعمال الصالحة في زمن الفتن. فذلك نقول لإخواننا أيضا من طلبة العلم في الأجواء الهادئة، والحمد لله اغتنم العلم، الله أعلم ماذا سيحدث، الله أعلم ماذا سيحدث. دخل قوم بغداد، هولاكو وغيرهم من أهل الكفر، لما دخلوا بغداد كل الكتب احرقت، والعلماء قتلوا، كل شيء. فقبل أن تأتي أحداث بادر، سابق الأعمال، سابق بالأعمال الصالحة الفتن، يعني الفتنة قادمة. أعمل ما استطعت من أعمال العمل الصالح يدفع الله به الفتنة ويصرفه عنك. وأنتم تعلمون أن الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة ذكروا أعمالا صالحة عملوها، وكما أسلفت هو أحد الوجوه في قول الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، أي من المصلين قبل أن يبتلى، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فضل. فالرسول يحث أهل بيتي على الصلاة، ففي أيضا مشروعية تذكير أهل بيتك. الرسول استيقظ فزعا، فزعا، قال: سبحان الله، ماذا أنزل من الفتن، ماذا فتح من الخزائن، من يوقظ صاحب الحجرات كي يصلين؟ أيقظوا عائشة، أيقظوا أم سلمة، أيقظوا هندا، أيقظوا أم حبيبة، أيقظوهن كي يصلين. الفتن تعم الرجال وتعم أيضا النساء، تعم الجميع. فالرجل يوقظ أهل بيته. في الحديث لفتة إلى أمر عقدي أيضا، وهو أن الشر قد ينزل من السماء ابتلاء وفتنة. إني أرى الفتن خلال بيوتكم تتساقط كمواقع القطر. الرسول يقول للأنصار، يقول للصحابة في المدينة: إني أرى الفتن تنزل كمواقع كالقطر نزل من السماء. وماذا كانت هذه؟ قال بعضهم: نزلها على ما فعله أهل الشام بأهل المدينة. أهل الشام عياذا بالله من شرهم أنذاك شتتوا أهل المدينة، وعلى رأسهم يزيد بن معاوية، شتتوا شمل أهل المدينة، استباحوها بكل معنى الاستباحة. فما لبث أن مات، وأيضا حل بالذين فعلوا ذلك ما حل. فالشاهد أنها نزلت: أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. ذكر بعض المفسرين عند تفسير قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. تعرفون الخلاف في تفسير وما، هل هي نافية أم أنها اسم موصول بمعنى الذي، فيكون المعنى الثاني الذي عليه الجمهور: يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فيقول بعضهم: كيف تنزل، كيف أنزل السحر؟ فيقول المجيبون: إن النبي قال: سبحان الله، ماذا أنزل من الفتن، إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، كمواقع القطر. وهذا كله ابتلاء.
الكلام واضح يا أخو؟ تفضل. فيحث الرسول نساءه على الصلاة تحسبا للفتن، ونحن الآن كلنا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والبلاد والناس مهددون بالفتن، ممكن تخرج مجاعة، ممكن تحصل أي أشياء، فنتحسب لها بالصلاة المتضمنة للدعاء. فهو أنت ساجد، يا رب صرف عنا الفتن، يا رب صرف عنا السوء، يا رب صرف عنا المكروه. فهذا مضمون حديث الرسول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. هو أيضا معنى الحديث بادروا بالأعمال ستا، يعني سابقوا بالأعمال ستة أمور يخشى من مجيئها، على ما حسنه البعض فلتنتظرونا: إلا هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. في الست الحديث فبادروا بالأعمال، اسبق إلى العمل قبل مجيء هذه المصائب، اسبق إلى العمل قبل نزول الفتنة. العمل الصالح سبب في صرفها عنك، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قل يا رب اغفر لي، يا رب تب علي. كل مثلا شخص شرير في طريقه إليك، يا رب أستغفرك أتوب إليك، ما الذي صلته؟ صليته ربي ويصرفه ربي. فيصلت عليك بماذا؟ بذنبك، بأعمالك السيئة. فاستغفر الله وصلي لله واسأل الله أن يصرف عنك الشر. تفضل. هذا التكفير باب آخر يعني. فتنة الرجل في أهل المال تكفر، هذه محوها تمحوها، لكن نحن هنا العمل في العمل الصالح قبل حل فتنة. تفضل. موقع القطر يعني موقع القطر، القطر المطر يعني كثرة الفتن مثل المطر، مثل المطر يعني. أيه حصل في زمن يزيد في المدينة. تفضل. قال رحمه الله تعالى، نواصل بس تفضل بس. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بس فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رب كاسية في الدنيا، كم من نفس وكم من امرأة مكسوة في الدنيا مستور عليها نعم الله مغطيها في الدنيا، تأتي يوم القيامة عريانة، عريانة عريانة من ماذا؟ من الثواب، لم تعمل عملا صالحا. وأنتم تعلمون أن الأنفس كلها تأتي عارية يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. ألا إن أول الناس يكسى إبراهيم عليه السلام. فذكر الحديث وفيه أن عائشة تعجبت من هذا، الرجال والنساء عراه ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله. قال: الأمر أشد من ذلك يا عائشة، الأمر أشد من أن تفكر أنك تنظر إلى شخص عاري. وقلوب لدى الحناجر كاظمين، الله ينجينا وإياكم. تفضل. فكم من نفس مكسوة في الدنيا ومنعم عليها بصنوف النعم، ولكن تأتي يوم القيامة عريانة لخلوها من الثواب، لخلوها من العمل الصالح، عياذا بالله من ذلك. فنسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: باب الصمر بالعلم، يعني في الذي سبق في الموعظة ليلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال استيقظ، فلما استيقظ قال ذلك، ففي جواز الوعظ ليلا. نعم. يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. نعم. أي صاحبة الحجر أزواج النبي، ما احنا قلنا هذا في أولهم. لا لا، الحجر ليس الستر،
لا يؤخذ منه شيء آخر، أن كل زوجة إذا كان الشخص متزوجا بأكثر من زوجة لها بيتها المستقل، ضاق هذا البيت أو اتسع، يكون لها بيتها المستقل الخاص بها. أما أنك تأتي بالاثنين تفحمهم تجمعهما رغما عنهما في منزل واحد، فهذه تشق على المرأة أيام مشقة. وأيضا يعني المرأة لها خصوصيتها، وإن كان بعض إخواننا أحيانا يغضب من مسألة يريد أن يأتي بأمه مع زوجته في نفس المكان الضيق، فزوجته تتحرك أن تمشي متبرجة بعض التبرج أمام حماتها، وحماتها جلسة لكل صغيرة وكبيرة في البيت تنتقد العنكبوت ما عمل اللبس، انت لابسة لبس أريال زوجها. فاجعل لزوجتك خصوصية بها، حتى لو عملت حمام في نفس الغرفة، المهم يكون لها يعني تكون لها معيشتها المستقلة الخاصة بها، لأن دائما الخلافات تأتي بسبب هذا. أمس أو الأمس نحقق في قضية طويلة، والولد عق لوالده وأبوه يريد أن يفعل به، واشتكوا بعض في المحاكم. سبب ماذا هذا كله؟ سبب ساكنين في بيت عيلة، يقولون كل واحدة من النسوان الأولاد رجل عنده كذا ولد متزوجين، كل واحد في شق، تنزل تطبخ يوميا كل واحدة بالتناوب للبيت كله. فواحدة متمردة قالت لا أنا ما أطبخ لأحد ولا عايز حد يطبخ لي، طبيخهم مش عاجبني وأنا وكل واحدة يومي بالتناوب أيضا تنزل تكنس السلم وتغسل المواعين. فحصلت مشاكل، واحدة مش عاجبها طبيخ الثانية، واحدة فقل الحل إيه؟ واشتكوا بعض. يا أخي عندنا مثل في مصر أو عندنا في السنة أولا من الدين الفرار من الفتن، والمثل المصري يقول ابعد ده عن ده ارتاح ده من ده، صح يا سامع؟ يعني خلي كل واحدة في حالها والأمر انتهى. ضبط الشيخ ولا لا يا شرموخ؟ انتبه. هل في دلالة على فضل قيام الليل في الحديث؟ طبعا فضل قيام الليل، حث الرجل أهل بيته على قيام الليل. تفضل يا شيخ طلال. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث. سعيد بن عفير هو سعيد ابن كثير ابن عفير، نسب إلى جده، والنسبة إلى الجد جائزة، ملة أبيكم إبراهيم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وعندنا أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل. وكان هناك حديث كان لرسول الله حمار يقال له عفير، وقد أعله بعض العلماء أظن في سنده أبي بن العباس بن سهل. تفضل. قال حدثني الليث. ليث هو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري مولاه. تفضل. قال حدثني عبد الرحمن بن خالد. نعم. عن ابن شهاب عن سالم. سالم بن عمر. عن سالم وأبي بكر. عفوا. عن سالم وأبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة أن عبد الله ابن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه. لما سلم قام، قام يعظ. فقام يعظ. أحيانا بعض إخواننا يلقون درسا بعد الصلاة، بعد الصلاة لا أقول كلمة مباشرة لأن المباشرة غلط، استعمال الناس لكلمة المباشرة استعمال خاطئ. المباشرة أصلا التصاق البشرة بالبشرة، التصاق البشرة بالبشرة، منه كان النبي قبل وبشر وصائم. فالناس تستعمل المباشرة استعمال في غير محله، استعمال استعمال في غير محله. قد يكون الخطب سهلا في بعض المواطن، لكن يكون الخطب صعبا وحراما
إذا قلت ينقل عن الله مباشرة، إذا قلت ينقل عن الله مباشرة، ما في مباشرة تنقل عن الله مباشرة، ما معنى مباشرة؟ موضوعها غلط، أنت فهمين المعنى يا جماعة؟ طيب نرجع نقول لما صلى النبي العشاء قام يعظ، ما ترك لهم زمنا لختام الصلاة، عفوا للذكر بعد الصلاة لأهمية الموضوع. فبعض إخواننا أحيانا يقومون بموعظة خفيفة عقيب الصلاة، فينتقدهم آخرون يقول انتظر حتى يختم الناس الصلاة، فهو يتمسك ويقول الناس ينصرفون وأنا أريد تذكير الناس في خمس دقائق، فيقولون ستضيع عليهم، ستضيع عليهم الصلاة، الذكر بعد الصلاة. فالتوسط في الأمر مطلب، إذا كانت المسألة مهمة قم وعظ قبل أن ينصرف الناس، قم وعظ قبل أن ينصرف الناس. وسيأتي أيضا في موطن آخر أن النبي قام من صلى من الصلاة وانصرف فزعا، فجاء الصحابة تعجبوا من سرعة قيامه من مصلى، قال ذكرت شيئا من التبر والذهب، يعني ذهب صدقة، فأردت أن أقسمه بينكم يعني قبل أن ينسى عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت هناك ساعة والناس سيصبرون لا بأس، انتظر يختمون يذكرون الله ذكرا بعد الصلاة. الشيخ رجله تعبت، تعال هنا، ائتي بي هنا، تعال هنا في مكان مصطفى، تطوع لصاحب بلدك يا مصطفى، معلش تعال هنا. فشاهدي من هذا، عذرا يا مصطفى، بقول عذرا، لا أنا بقول لك ماشي. طيب شهدي من هذا الباب أن المقامات تختلف، إذا كان الأمر من الأهمية بمكان شرع لك أن تقوم وتذكر الناس قبل أن ينصرف، وإذا كان في فسحة والناس تعلم من حليم أنهم ينتظرون أنت تمهلت حتى يذكروا الله، والله أعلم. لفظة ختام الصلاة أقولها تجوزا يعني، لكن هي ليست ختام الصلاة، تفضل الصلاة تنتهي بالتسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تفضل. قال فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم بعد العشاء، هذا الكلام فيدل على جواز الوعظ بعد العشاء، لأن عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، السمر بعده، لكن إن دعت حاجة إلى السمر بعد العشاء في العلم كما نجلس الآن جاز ذلك، وهذا دليل. قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. يعني الحديث لأول وهلة معناه يا جماعة يا جلوس، بعد 100 سنة لن يوجد واحد منكم على وجه الأرض، لن يوجد واحد منكم على وجه الأرض. ونقول تقريبا كذا أيضا، يعني بعد 100 سنة من الآن ما يوجد واحد منا الآن، مثلا أقلكم 20 سنة، من سيعيش 120 سنة؟ فكل اللي على وجه الأرض تقريبا سيموتون. فالرسول قال هذه الليلة، فواحد سأله عن الساعة، لهذا الحديث سبب مرود هذا الحديث، أن شخصا سأل النبي عن الساعة، تسألونني عن الساعة، ما من نفس منفوسة على وجه الأرض يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض، يعني بذلك انخرام قرنه، كلكم ستموتون بعد 100 سنة، لكن الذي يولد غدا ليس خاضع لهذا الحديث. فالناس تعجبوا وظنوا أنها قيام الساعة، إنما المعنى فناء هذا القرن الموجود في هذا التوقيت، واضح؟ أرأيتكم، فوعظ الناس قال كلكم ستموت، كلها 100 سنة وكل اللي على وجه الأرض يموت، والذي يوجد غدا سيعيش،
ليس بخاضع لهذا الحديث. تفضل. قال حدثنا آدم. هذا الحديث في جواز الموعظة بعد العشاء. العشاء إن احتيج إليها. دليل على وفاة القدر. ما لسه خلصنا الفوائد. أنت بادرتنا ما كتبنا في الفوائد في الكتاب يعني. استدل العلماء، أقصد عدد من أهل السنة، لا أقول الجمهور، استدل جمهور المحدثين تقييد بهذا الخبر على وفاة الخضر وعلى وفاة إلياس، على وفاة الخضر ومن وإلياس. لماذا هذا؟ لماذا ذكر؟ لأن قد وردت عدة أحاديث في أن الخضر ما زال حيا وكلها تالفة الأسانيد، ولكن للأسف تقلد هذا الرأي الحافظ ابن حجر والنووي و فريق من المتصوفة، تقلدوا رأي أن الخضر ما زال حيا، وهذا آل إلى مفاسد. يقول إلى مفاسد: أولا الحديث الوردة تالفة، لا أقول ضعيفة، تالفة، وأنا بنفسي لا أحكي عن أحد وسطه. كنت في الحج عام 1403 تقريبا من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في منى قبل أن تنشأ الجمرات الجديدة، كانت جمرة واحدة الموجودة. والمهم ببيت في غرفة في بيت بجوار الجمرة، بين الجمرة 30 متر، وكان ساكن معايا في نفس الغرفة رجل من كبار الطرق الصوفية في السودان. فهذا الرجل المهم لفت نظري بتصرفاته في طريقة الدعاء، يفعل ويرجع وطول الليل. المهم خلص صلاته وبدأنا نتكلم بعض الكلام. كانت ليلة عرفات، يعني كنا في منى ليلة الثامن من ذي الحجة، وغدا سيكون عرفات. ففي أثناء الكلام قال: إن شاء الله بكرة يعني الساعة بعد العصر كن هنا إن شاء الله، كذا أعمل كذا وكذا، بيقول عارضة يعني. طب كيف؟ إحنا لن نتحرك من عرفات إلا بعد العصر، لأن الحجيج لا يخرجون، وأنا أتكلم بحمية يعني، إلا بعد المغرب. أتكلم يعني كيف ستأتي بعد العصر؟ أتكلم بسجيتي، نحن لن نتحرك إلا بعد المغرب إن شاء الله من عرفات، فإحنا بنوصل هنا سنبيت بمزدلفة، وبعدين لا نأتي هنا اليوم العيد. قال: لا لا، أنت رجل من أتباع الشريعة وأنت معذور، أنا بذهب أسلم على الخضر وإلياس وأرجع. قلت: تسلم على من؟ قال: أسلم على الخضر وإلياس. سلم على فين؟ يعني من الكلام كله يثير العجب. عليه والله بسلم، لي 17 عاما على هذا المنوال، أسلم على الخضر وإلياس وأرجع. يا جماعة كلام ده كم، يا كيف تقول الخضر مات؟ قال: لا، الخضر مات، راجع، الخضر موجود، أنت ما تشوف. يعني أنا أعذرك، هو بيقول لي، لأنك يعني عملت زي سيدنا موسى بنقطع الظاهر، لكن عندنا الخضر عنده علم لدني أنت لا تعرفه، موسى لم يعرفه. فالخضر عذر موسى، قال: أنت على علم من الله لا تعلمه، علمكه الله، وأنا علم من الله لا. يا أخي صلى، أنا جالس يعني مش مستوعب الكلام من يعني غرابة الكلام من شدة واقع. هو مصر على ما يقول، هو مصر على ما يقول. فالمهم ضحكت ومش قلت أبحث المسألة. بعد مدة بحثت وأتيت بكتاب ابن تيمية لأحققه، اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، مطبوع، وقرأت الأحاديث الوردة في حياة، وجدت فعلا يمكن 10 أحاديث وردة في
قصص وأنا حول الخضر، ولكنها كلها ضعيفة وموضوعة. وجدت من يتقلد القول لبحث الخضر من الحافظ ابن حجر وفريق، لكن الحديث كلها ضعيفة تالفة. فالشاهد ان انا كان في قراءته من القراءات في كتاب ابن تيمية او غيره، ان الشيطان يتمثل لناس في صورة الخضر او الخضر والياس، ويصفحهم كي يردهم الى بلادهم بدون ان يقفوا في عرفات الى ان تغرب الشمس. العلماء من اهل السنة تكلموا بهذا في هذا الموضوع كثيرون. الشاهد أراجع أقوى أدلة العلماء القائلين بأن الخضر مات. من أول الأدلة هذا الدليل الذي هو ما على وجه الأرض ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وعلى وجه الأرض، ومنها وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ومنها أن النبي قال في دعائه يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، وعلى هذا الغرار أدلة المحدثين. فالشاهد أن هذا الحديث أحد الأدلة على أن الخضر مات. طبعا المجيبون يجيبوا بأجوبة تانية، يقول من قال أنه على وجه الأرض؟ ممكن على المية، على 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 ظهر الماء، أو على مكان في السماء. يجيبوا كلام يعني طبعا كل صاحب رأي يحاول أن يبحث لرأي عن أي مستند. تفضل. شيخ الإسلام اللي هو مصر. ها؟ شيخ الإسلام قال أنه يأتي لهم بصورة الخضر. شيخ الإسلام قال أن الشيطان يأتيهم بصورة الخضر. سلم عليهم وقال مع السلامة خلاص انتهى. ويأتي هم المشهورون الخضر وإلياس. الخضر وإلياس، قل أنا راح أسلم على الخضر وإلياس وأرجع. تفضل. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة. آدم هو ابن أبي ابن أبي إياس. أولا قبل أن ننتقل من الحديث، فمن العلماء من استدل بهذا الحديث على أمر، وهو أن القرن 100 سنة. القرن 100 سنة. واستدلوا أيضا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يده على رأس عبد الله بن بسر وقال هذا الغلام يعيش قرنا فعاش 100 سنة. ولكن هذا باعتبار القرون القرن 100 سنة، لكن في اعتبار آخر لبعض العلماء يقولون لا، القرن نعم 100 سنة قد يكون قرن، لكن القرن أيضا توصيف آخر، حقبة من الزمن اجتمعت فيها أو وجدت فيها خصلة جمعت الناس. قرن النبي هم الصحابة الذين رأوا النبي بدليل خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، والقرن الثاني هو الصحابة. لا يلزم أن يكون عددهم 100 سنة، عدد حقبة الصحابة بعد رسول الله 100 سنة، ولا يتأتى هذا، لأنه لن يكون صحابي إلا إذا لقي النبي مؤمنا به عليه الصلاة، فيعيش بعدهم 100 سنة بعد أن عاش المدة زمن الرسول يعيش. يصعب أن يكون هذا قد تم. وقرن التابعين والقرن الذين رأوا الصحابة، فنقول قرن نوح هم عليه السلام هم القوم الذين عاشروا نوح عليه السلام، أو استثني نوح لأن نوح عاش 1050 عاما يدعو، قرن موسى عليه السلام القرن الذين رأوا نبي الله موسى، انخرم قرنهم بموت موسى صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير حكم بن عتيبة تفضل عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث. سعيد بن جبير قتله الحجاج بن يوسف الثقفي ظلما وعدوانا، والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. نعم. قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال أعد المتن.
قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث. ابن عباس أمه أم الفضل واسمها لبابة، اسمها لبابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم الفضل التي هي لبابة، وميمونة بنت الحارث، وسلمى، وأختهن لأمهن أسماء بنت عميس، الأربع مؤمنات. عيد: أم الفضل التي هي لبابة، وميمونة بنت الحارث، وسلمى، وأختهن لأمهن أسماء بنت عميس، الأربع مؤمنات. شهادة من رسول الله لهؤلاء النسوة الأربع. نعم تفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. فيه جواز مبيت الغلام عند خالته مع زوجها في الغرفة، بل على السرير إذا كان هذا معروف، فدخل باستئذان، يعني هو اضطجع في عرض الوسادة والنبي أهله في طولها. واضح الكلام يا جماعة؟ نعم. قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله. ابن عباس كان صغيرا، ابن عباس كان صغيرا، ومات الرسول وهو لم يبلغ، وكان من المستضعفين الذين قال الله في شأنهم: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، كان من الولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فلذا ما هاجر ابن عباس لصغره. وابن مسعود يقول عنه: لو أدرك هذا الفتى أسناننا ما عاشره على وجه الأرض أحد في العلم، ما سبقه في العلم أحد على وجه الأرض، ذكاء الخارق رضي الله عنه. تفضل. قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام. في جواز تقسيم صلاة الليل، بس هنا أربع ركعات ثم نام ده فيها مشكلة تراجع حديثيا، لأن الشهير في حديث ميمونة أن النبي قام من الليل فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، 13 ركعة متصلة بتسليم بعد تسليم، لكن هذه تفيد أنه صلى أربعا ثم نام، فيحرر القول في هذه الرواية، وتحرر قوة الحكم بن عتيبة في سعيد بن جبير، هل يتحمل المخالفة أم لا؟ فإخواننا الباحثون عليهم بذلك، يجمعوا كل الطرق، طرق حديث ميمونة من طريق ابن عباس وغيره، من طريق ابن عباس، وينظرون في عدد الركعات وصفتها، لأن الروايات فيها طويلة، وأشهر الروايات أن النبي نام عند ابن عباس، نام عند النبي مع ميمونة بنت الحارث رحمك الله، فاستيقظ النبي فنظر إلى السماء وقرأ العشر آيات خواتيم آل عمران، ثم صلى ثم توضأ وصلى ركعتين ثم ركعتين. هذه فيها تفريق، اقرأ المتن بدقة يا شيخ طلال. عن ابن عباس قال: بته في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث. طنط ميمونة، انتبه يا صاحب القاهرة، ما قالش بنتي عند طنط ميمونة، صح؟ صح ولا قال طنط؟ الخلا بيسموه ايه، طنط ولا ايه؟ ايوه المشكله، لا طنط ولا قال عند خالتي، بيوت اخوالكم، جدي مش التيتا وجدتي، ما اعرفش كل يوم يقولوا لي اسم تيتا وتيزا، وما مش عارف والله ما معناه يا جماعه، والله يجيبوا حاجات غريبه. أنا مرة زي بقطع تذكرة فبقول قل للأخت قلت أكلمهم بلغة العجم اللي هم يفهموها، يا مدام أنا مش مدام أنا أنسة، قلت لها يا أختي أنا والله ما أعرف ما الفرق بين مدام وأنسة، يعني بس عايز أعرف في الشرع، عشان يعني اللي أعرف واحدة متزوجة بكرة وسيب أو متزوجة وغير متزوجة، ده اللي أعرفه، لكن تفريق بين مدام وأنسة أنا مش عارف، اعذريني
خلاص مسامحة. تعرف مدام مانيسة عندك خبرة، ما أنت من أهل القيرة لبط شوي. ماشي تفضل. قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. في رواية فيها وهم في الصحيح في بعض الطرق ما أدري صحيح مسلم والبخاري، أن ميمونة بنت الحارث لما ماتت، ما أدري من قال، هل ابن عباس أو عمر، قال: احملوها برفق ولا تزعزعون عشاها، فإن النبي كان يقسم، كانت له تسع نسوة يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. فبعض العلماء قالوا إن هذا وهم من الراوي، فإن التي يعني هذا الحديث يشعر بأن التي لم يقسم لها النبي هي ميمون، ميمونة، والظاهر أن التي يقسم لها لم يقسم لها النبي هي سودة بنت زمعة. فينبه على هذا من الإخوة المحررين. تفضل. قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات، ثم نام ثم قام. ثم قال: نام الغليم، الغليم، نام الغليم، أو كلمة، أو كلمة تشبهها، كان صغيرا يعني. ثم قام: فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، في جواز الحركة لمصلحة الصلاة. فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين. هذا التفصيل هو الذي فيه الخلل يعني. تفضل. ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. نعم، انتهى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم، بارك الله فيكم. نعم، حديث الجساسة استثنوا الدجال وقالوا أنه كان في البحر، وده أحد الانتقادات الموجهة لحديث الجساسة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله.